85 reading the unit 6. So when we see the pictures that we have here, we have three pictures. So I think yani according to the pictures that the text will be about obesity. We have an obese boy here with who is gaining who has gained weight. واحد السيد اللي هو زايد في الوزن. We have starvation and hunger اللي هي الجوع. And we have welfare how to live a decent life. Welfare اللي هي نقولوا احنا الحياة الكريمة ولا الرفاهية. هو كاين فرق ولكن المهم هي الرفاهية. So now we will read the text as we enter the 21st century. 21st century هي الألفية الثالثة اللي احنا فيها دابا. With new technologies طبيعة الحال فيها تقنيات جديدة. Promising to improve our lives. هاد التقنيات الجديدة تتعطينا واحد الأمل ولا تتوعدنا على أنها تردنا حياتنا أفضل. The welfare الرفاهية and health والصحة ديال of many people ديال العديد من الناس particularly children وخاصة الأطفال are still unsatisfactory مازالت غير مرضية. يعني رغم هاد المجموعة من التقنيات اللي كاينة في القرن الواحد والعشرين راه مازال الحياة ديال مجموعة من الناس غير مرضية. يعني تعيشوا حياة اللي هي غير كريمة. That's why هادشي علاش many complaints are made. Complaints راه حنا عدرناها. Complaints راه تيعنيو شكايات. يعني شكايات ملي تتشكى على شي حاجة. Are made by شكون non-governmental organizations اللي هما جمعيات غير حكومية. In 1999, 30% of children aged 6 to 11 years and 14% of adolescents aged 12 to 19 years in the United States were overweight. يعني هادو شو شحال مجموعة من الأطفال ومن المراهقين في الولايات المتحدة كانوا overweight. يعني أنهم الوزن ديالهم زايد. Obese, a weight that has nearly tripled in the past two decades. يعني قال لك decade هي 10 سنوات. Decade هي 10 سنوات. فهاد ال 20 سنة الماضية هادشي تضرب في ثلاثة. This situation may lead to heart disease. ملي تيكون الإنسان زايد في الوزن، عنده الوزن ديالو أكثر من داكشي اللي خصو يكون، تيكون معرض لهارت ديزيز اللي هو مشاكل ديال القلب. هاي كوليسترول الكوليسترول تيكون عنده زايد و هاي بلاد بريشر اللي هي الضغط الدموي هو تيكون زايد. تايب 2 دايابيتس يعني السكري ديال تيب 2 الثاني previously considered an adult disease اللي هو في الاصل مرض في الغالب تيكون عند الناس الكبار الراشدين has increased dramatically in children ولا تيبان عند الاطفال and adolescents وحتى عند المراهقين due to obesity. يعني والسبب هو obesity اللي هي بحال overweight يعني زياده في الوزن. The most immediate consequence of overweight as perceived by some complaining children themselves is social discrimination. اذا اول نتيجة تعطيك الاوبيزيتي يعني الزيادة في الوزن هي social discrimination. تيولي الطفل ولا المراهق ما قادش انه يتعايش مع الناس. تيولي وكذا راك عارف الناس تيشوفوا واحد زايد في الوزن بزاف تيبداو يضحكوا عليه. تيولي هو social discrimination lack of physical activity بما انه بنادم ما تيتحركش because children spend most of their time doing their homework or watching TV or surfing on the internet. ودابا راه كاينه هاد المشكله بزاف مع التليفون الذكي. التليفون تيتعطى لدري صغير ولا تيتعطى لادوليسون راها مصيبه كحله لان الدري خصو يلعب وتيولي يلعب بالسوايع ما محسوباش وما كاين ولا ما كان حتى شي واحد اللي تيحضيه
راه صافي غيولي ما تيتحركش وما تيخرجش للزنقه وغيولي يزيد في الوزن. اند ان هيلثي ايتينغ باترنز، وحتى الاكل غير الجيد غير الصحي بحال السناكس، يقول للناس بزاف ولاو ياكلوا غير في الزنقه، ار ليدين تو ا سيريس سيتويشن امانغ تشيلدرن ان ذا يونايتد ستيتس، خاصه في الولايات المتحده هادشي تيدير لهم مشاكل. اون ذا اذر سايد، من جهه اخرى، تشيلدرن ان ماني ايجن افريكان اند لاتين امريكان كانتريز، دابا نمشيو لواحد المناطق وحده اخرى في العالم، هادشي كنا تنهضروا على يونايتد ستيتس اوف امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، دابا غنمشيو نهضروا على مناطق كثيره في اسيا، في افريقيا، في امريكا اللاتينيه. ار ليفين ان ابسولوت بوفرتي، عايشين الناس في سميتو في واحد الفقر مدقع. افري يير 15 مليون تشيلدرن داي اوف هانجر، تصور ان في العالم دابا في هذه الألفية الثالثة كل عام على الأقل 15 مليون ديال الأطفال تيموتوا بالجوع for the price of one missile، اللي هو هاد 15 يعني بلاتي. دابا باش تشري نتايا غير صاروخ واحد، تشوف مثلا الحرب كاينه في شي منطقه، تتلقى هذا تيصيفطوا الصواريخ، الاخرين يصيفطوا صواريخ، المئات الالاف ديال الصواريخ، وغير صاروخ واحد الثمن ديالو. A school full of hungry children could eat lunch every day for 5 years. الثمن ديال صاروخ واحد يمكن له مدرسه عامره بالاطفال، يمكن هذاك الثمن يوكلهم الغداء every day، كل نهار 5 سنين، 5 سنين وهما تياكلوا غدا مخير، غير هو هذا غير الثمن ديال صاروخ واحد. The World Health Organization اللي هي المنظمة العالمية للصحة estimates that one third ثلث of the world is well fed، قال لك ثلث في العالم، قسموا العالم الثلث، قال لك عايش مزيان تياكل مزيان، one third is under fed، ثلث تياكل داك الشيء قل من داك الشيء اللي خصو ياكل، والثلث is starving هي تيموت بالجوع، starving صافي، starving تتعني يموت جوعا. اذا كاين سميتو ثلاثه يعني على ثلاثه، ثلث عايش مزيان، ثلث شويه، والثلث تيموت بالجوع. To satisfy the world sanitation and food requirements it would cost only 30 billion dollars، يعني قال لك باش صافي هما استيماو على ان العالم كامل ياكل مزيان خصهم غير 13 مليار ديال الدولار. 13 مليار دولار راه كاينه عند بنادم عادي، راه عنده اكثر من 13 مليار ديال الدولار غير شخص واحد، بلا ما نوصلوا كاع لدوك الملايريه الصحاح. What the people of the United States and the European Union spend on perfume each year، اذا قال لك هذا الشيء اللي خاص باش العالم كامل ياكل مزيان، كل العالم كامل، قال لك هذا الشيء تيخسروه الناس في الولايات المتحده وفي اوروبا غير على البارفان، غير على الروائح، باش يشري بارفان، راه داك الشيء يمكن له يوكل الناس كاملين في العالم كامل. vaccinations balanced nutrition and exercising should be part of our children's life، اذا vaccination ضروري، لي فاكسان اللقاحات، balanced nutrition هو بنادم خصو ياكل ماكله اللي هي صحيه ومتوازنه، exercising هو بنادم خصو يتحرك، خص هذا الشيء يكون في جزء part of our children's life. to achieve this goal باش نوصلوا لهذا الهدف، parents شكون هما اللي مسؤولين هنا؟ parents الاباء، educators الاساتذه، و health officials والناس ديال الصحه، should work together خصهم يخدموا معا to create a healthy and appropriate environment باش يخلقوا واحد الاتموسفير اللي هو صحي that encourages children to change some bad habits، باش يخليو الاطفال يغيروا دوك العادات السيئه ديالهم اللي عندها علاقه بفود بالاكل taken or the activities practice ولا التحراك الرياضه. We have to work hard for the welfare and, of our children until they make physical activity and balance eating habits in the north and in the south a lifelong habit. اذا هذا الشيء خصو يتطبق ويحاول انه نوعيو الناس سواء في الدول ديال الشمال اللي هي عايشه مزيان، الغرب تنسموهم حنا الغرب، ولا في دول الجنوب. إذا we will read the text again and say whether the following statements are true or false. NGOs اللي هما non-governmental organizations
نون غافرمنتال اورجانيزيشنز اللي قلنا هما الجمعيات غير الحكوميه كومبلين تيتشكاو اباوت نيو تكنولوجيز. هما ما تيتشكاوش على نيو تكنولوجيز فولس. ذي كومبلين اباوت ذا ان ساتيسفاكتوري هيلث اند ويلفير ان ذا وورلد. تيتشكاو على ان الظروف الصحيه ديال وظروف العيش ديال مجموعه من الناس في العالم راها غير مرضيه. children are obese. obese قلنا children are obese هي انهم زايدين في الوزن in the United States of America في الولايات المتحده because علاش they eat balanced food تياكلوا واحد الاكل اللي هو متوازن. لا false they eat snacks. snacks هما شي حاجه اللي هي مزروبه and fast food حتى هو تيتصاوب بطريقه مزروبه every day. هادشي علاش هادشي اللي تيخلي بنادم في الغالب انه يزيد. وحتى واخا هما تيهضروا هنا على الاكل حتى القضيه ديال واتشين تي في بزاف واتشين وات ولا بلاين فيديو جيمز بزاف الى اخره. Each year the United States and European Union spend an amount of money. الناس في الولايات المتحده والناس في اوروبا تيصرفوا واحد المبلغ مبالغ من المال that equals اللي هي تساوي the world sanitation يعني ما تساوي وداكشي باش غادي نعالجوا الناس وداكشي باش غانا نوكلوا الناس غير على البارفان. راه هي بصح هما راه الشيء اللي قال لك وفعلا راه تيخسروا الناس. تتلقى بارفان مثلا مثلا 5000 درهم 6000 درهم 7000 10000 درهم بارفان 10000 درهم راه ياكل راه تاكل بها عائله 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور فهمتي. يعني ما كاينش المنطق هنا كاع. هيلث اوفيشالز الناس ديال الصحه اللي هما دكتورز نيرسز الى اخره ار ذا موست امبورتنت بادي اوف سولفينغ ذا بروبلم اوف اوبيزيتي اند هانجر. هما اول ناس اللي يمكن لهم يلقاو لنا الحلول للمشاكل ديال سميتو السمنه. ماشي غير هما حتى البارنتس parents educators لان parents يحضي ولادهم educators الناس ديال الاساتذه تيوعيو الى اخره. كل شيء خصو يخدم should work together without looking at the text filling the blanks with the appropriate information the problems mentioned in the text. شنو هما لي بروبليم اللي كاينين في التكست؟ كاينه health problems مشاكل صحيه بحال obesity like obesity بحال زياده في الوزن. كاين starvation الجوع in some countries. كاين the consequences of overweight هضره هو تهلا النتائج ديال 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 الاوبيزيتي. ذا كوزز الاسباب شنو هما؟ كاين باد ايتين هابيتس هو ان الانسان تيدير واحد ياكل بواحد الطريقه غير صحيه. دراوت في بعض المناطق مثلا خصوصا في افريقيا كاين الجفاف. اند كارلسنس اوف governments والحكومات ما مسوقينش للناس موت كاع. social unawareness بالنسبه ل overweight الناس اللي تيبقاو يديروا البولين تنمر على الناس اللي هما كبار اللي هما زايدين في الوزن ولا هذا راه هي لانهم علاش هما تيديروا هذا الشيء؟ لانهم هما اصلا ما واعيينش انعدام الوعي. هاد social unawareness ما كاينش الوعي الاجتماعي. how to solve the problems كيفاش نلقاو حلول؟ عندك rising people's awareness. اولا دائما انا بعدا سناكد على واحد الحاجه سميتها awareness اللي هي الوعي about the dangers of obesity. كل ما وعيتي الشخص بالخطر ديال الزياده في الوزن مثلا راه هو غادي يولي يحضي راسه براسه لانك ما تمكنلكش تحضيه انت. يمكنلك تحضيه ولكن راه الى حضى راسه راه هو اللي غادي يقدر ينقص من الوزن. working on providing health care and aid to people in need الناس اللي هما تيموتوا بالجوع راه حشومه نكونوا نبقاو نتفرجوا فيهم. راه خصنا we should provide health care خصنا نمشيو عند هاد الناس هادو وندي لهم اطباء وندي لهم ممرضين ويشوفوهم. وخصنا اد هي نعاونوا دوك الناس نعاونوهم باش ما عطى الله in need خصنا ضروري نعاونوهم.